السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم على قناة شارع بين الحارات. قبل ما نبدأ نقول صلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، زيد النبي صلى عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله جاي لكم النهاردة من شركة الصياد التجارة والألعاب الشعبي والألعاب إن شاء الله بإذن الله للعيد. أي استفسار على رقم التليفونات قدام حضراتكم أهي، في شحن إن شاء الله لجميع المحافظات. نبدأ معاكم في الفيديو إن شاء الله بإذن الله، فيديو جميل جدا بأسعار حلوة جدا. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. معانا المسدس الخرز الجديد ده ما شاء الله تبارك الله، حلو جدا. بص بيتفتح خرز بتحط هنا ما شاء الله، تقفل وتضرب بس ما شاء الله تبارك الله. اي استفسار، الشغل الاطفال حلوة جدا طبعا، ما فيش اسعار عشان الاسعار كل يوم في العالي. اي استفسار على رقم التليفونات اللي قدام حضراتكم دي. الشغل دي حلوة جدا ما شاء الله، الكرة دي جميلة فيها تلات سماكات صغيرين كده بتنور، شكلها حلوة قوي ما شاء الله. ده بص بقى بيشتغل ازاي، حلو جدا. الخرز هنا بتحط هنا وتتقفل كده اهو، تتشد كده تضرب ما شاء الله. هو ده الخرز حلو جدا، بس هو خطر يعني ما شاء الله. دي سوسته اهي بتعمل كده سيليكون بتنور للطفل الصغير ما شاء الله، حلوه قوي 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 ما شاء الله، يعني جميله. بص الوانتها حلوه قوي، تنفع اولادي وصبياني، وبتزمر حلوه جدا ما شاء الله تبارك الله. ومعانا ده بقى احلى مسدس يعتبر نزل ما شاء الله، اللي هو الصوت ده، ده امان وحلو وكويس. اللعبه دي بتاعه زمان حلوه جدا، جميله جميله قوي. معانا المسدسات طبعا اللي دي برضك امن واحسن من المسدس اللي هو الخرز، حلو جدا ده ما شاء الله تبارك الله. معانا لعبه الاطفال دي بتدوس على اي رقم تعمل موسيقى، حلوه جدا جدا جدا. لو عجبك الفيديو واتفرجت عليه لحد الاخر ما تنساش تصلي على النبي وتكتب لنا كومنت بالصلاه على النبي.